طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. right now we're gonna start talking about ethers and epoxides. تمام. أول شيء الethers، إيش الفورميلا حقة الethers؟ الفورميلا حقة الethers بتكون ROR، ولا تكون AROAROAR، ولا تكون AROR. تمام، فهذه بتكون اللي هو عندنا المين فورميلاز اللي هو عندنا حقة الethers. تمام. and the ethers can be aliphatic or aromatic. تمام، الايثرز يكونون ايه؟ بسم الله عليك، الايثرز يكونون aliphatic ولا يكونون aromatic. So ethers are slightly ethers are slightly polar، يعني قطبيتهم ضعيفة. تمام، due to the polar COC chemical bonds، بس هم مرة slightly polar، وما عندهم hydrogen bond. ليه؟ عشان ما عندهم OH groups. تمام. بعدين نقول لنا إنه الإيثرز have much lower boiling point than alcohol because ما عندهم hydrogen bonds. تمام، they don't have hydrogen bonding. For example، خلونا نشوف هنا هذا alkane طبيعي، بعدين هذا بنشوفه اللي هو عندنا بيكون إيثر، عندنا ROR، بعدين هذا بيكون عندنا ROH، فهذا بيكون عندنا alcohol. تمام، الالكوهول طبيعي راح يكون اللي هو عندنا أعلى boiling point، بعدين الإيثر راح يكون boiling point أعلى، بعدين بيكون اللي هو عندنا alkane boiling point حقته تجي. بعدين بيقول اللي هو عندنا common names for ether consist of the names of the two groups attached to the O listed in alphabetical order or in size followed by the ether. لما أقول in size يعني من الأصغر إلى الأكبر. تمام. يعني هنا أقول داي، هنا مثال وميثال، فداي ميثال إيثر ولا ميثال إيثر، عشان أنا بعرف إنه مدام إنه ميثال يعني واحدة هنا واحدة هنا، أقدر أقول إيثال ميثال إيثر بالألفابيتيكال أوردر A B C D E جاء أول شيء E، أو أقدر أقول ميثال إيثال إيثر بالميثال إنه هو أصغر بعدين الإيثال هو الأكبر. تمام، بعدين هنا نروح الأيزو بربل إيثر، أخذ نفس الشيء كمان اللي هو عندنا either by this way or either by that way، كذا بيكون اللي هو عندنا استغفر الله بيكون عندنا التسمية حقتنا. تمام. هنا mostly نروح بالalphabetical order، بعدين هنا ادانا مثال واحنا قاعدين نطبق عليه، بعدها نكمل اللي هو اداني امثلة كثيرة انا اقدر اطبق عليها. هنا شوفوا الشوكة الثلاثية اللي جتني، شوفوا هنا الشوكة الثلاثية، فانا اعرف اني قاعدة اتعامل مع تيرج بيوتل. تمام. بعدين اللي هو عندنا نكمل وقال in the IUPAC system the smaller alkoxy group is named as the substituent. طيب انا لما هنا بسوي naming لل IUPAC system ايش بيكون، يعني كيف راح اسمي؟ تمام، راح اسميها بالجروبس حقتهم. تمام، بالOR الصغيرة، يعني مثلا هنا عندي هو ether بس انا ابغى اسميه بالIUPAC name، فايش راح يكون؟ راح اخذ هذا بيكون عندنا ميثين، فاخذه ميثوكسي بعدين بنتين. تمام، كذا بيكون اللي هو عن التسمية لما ابغى اسمي الIUPAC name. شوفوا هنا نشوف dimethoxy ethane. تمام، الdimethoxy كيف اعرف انه sorry كذا، كيف اعرف انه اللي هو dimethoxy؟ هنا بيكون عندي هذا هو مركب، تمام، وهذا بيكون اللي هو عندنا مركب. تمام، فكأنه اللي هو عندنا هذا عندنا مثل، تمام، وهذا بيكون عندنا اللي هو عندنا مثل، فهذا dimethoxy. تمام، بعدين اللي هو عندنا they're all talking about with methane ethane. تمام، dimethoxy ethane. تمام، methyl ethyl. تمام، فبيكون عندنا 1 2، فبيكون dimethoxy اللي هو عنا ethane. This is اللي هو عنا لما أنا أجي أسمي. تمام، وكمان هنا نفس الحاجة، شوفوا هنا قال لنا translate عشان واحدة داش واحدة وج. تمام، وبعدين قال لنا هنا alcohol، يعني الالكوهول هي بتكون البريورتي الأكبر. عشان ليه؟ عشان الإيثرز مو من special cases اللي الالكوهول يجي فيها substitutant، لا، فهنا الالكوهول بيكون عندنا أولوية. فإيش بيكون؟ بيكون هنا methoxy اللي هو عندنا، هذا بيكون methoxy cyclohexanol وترانس عشان واحدة داش واحدة وج. تمام. بعدين هنا بدنا نتكلم عن الرياكتيفيتي حقة الإيثرز. تمام، so إيثرز هم نشاطه خامل. تمام، نشاطه خامل، and they don't normally react. تمام، لا with reducing agents ولا with bases، and they are سهل التبخر، and they are يحترقون بسرعة. تمام. طب أنا كيف أقدر أسوي preparation of ether؟ I can prepare the ether from two alcohols. تمام، I prepare have two alcohols heat catalyst or condition as a catalyst as H plus or condition heat. أنا أقدر أسوي لي ether ويطلع منها الواتر. تمام، كيف أنا أسوي لي ether ويطلع منها الواتر؟ أطلع من واحدة OH وأطلع من الثانية H، فبيصير اللي هو عندي كأنها ROR. تمام.
هنا بنشوف نكمل كمان. Symmetrical ethers هنا بيكون elimination of water from alcohols through condensation. Symmetrical ethers can be prepared by dehydrating two alcohol molecules. تمام؟ And this requires heat and acid catalyst. So it's acid catalyzed condition of alcohol. Acid catalyzed condensation of alcohol. هذه إيش؟ هذه تساعدني إني أسوي ether وهذا بتكون elimination reaction to get to get ether. تمام؟ يعني هنا إيش؟ عندي two مركبات فهذا كذا بيكون وهذا كذا بيكون. باخذ ال OH من واحد وباخذ ال H من واحد وأوصلهم مع بعض فبيصيرون اللي هو أنا diethyl ether. بيكون عندي 140. تمام 140 احفظ الكونديشنز. بعدها بيكون عندي other ثاني addition of alcohols to alkenes عشان يديني ether. فأنا أقدر أخذ ether نسوي alcohol و alkenes. كيف addition of alcohol to alkene؟ الالكهول هذا بقسمه قسمين، بقسمه مو صح الالكهول ROH، لا الحين بسوي a bit of spicing things up، بخلي RO مع H، RO مع H يتفاعل مع الالكين. تمام؟ كيف يتفاعل ال R مع ال O؟ هنا بنستعمل ماركوفينكوف رول. تمام؟ بنستعمل ماركوفينكوف رول، ما راح نستعمل زيت الزف، راح نستعمل ماركوفينكوف رول. ال H راح تروح مع ال rich H وال RO بتروح مع ال poor H. تمام؟ فال RO راح تروح اللي هو عنو مين؟ وين ال poor H؟ هنا عندنا 2H، هنا عندنا تمام صبر، هنا عندنا 2H وهنا عندنا كذا، فهذا بيكون عندنا rich H، فهنا بتروح اللي هو عندنا H CH3 تصير، والار او راح تروح اللي هو عن this side. تمام تمام، فاهل هو wait I'm sorry I'm sorry. تمام شوفوا هنا ال ار او راحت اللي هو عنا مع that side فصارت اللي هو عنا كأنها زي كذا this side، والH جت مع CH2 فصار عندنا CH3. تمام تمام، فال H عندنا في لما اسوي ايثر ال H راح يروح مع المكان اللي فيه له هيدروجين اكثر، والار او راح يكون مع المكان اللي فيه له هيدروجين اقل. تمام تمام، بعدها نكمل اللي هو عنا وقال لنا اكزامبل ثاني اللي هو ذا ويليامسون ايثر سينثيسس. ويليامسون ايثر سينثيسس هو ايش؟ تحضير الايثر. فهنا لما اقول ويليامسون involve reaction of alkoxide with alkyl halide، يعني أنا عندي alkoxide مع alkyl halide، alkoxide and alkyl halide. هذا alkyl halide لازم يكون primary. إيش يعني alkyl halide؟ يعني alkyl group مع أحد من الهالوجين، group 7 في periodic table. تمام؟ تمام. ومع الالكوكسايد احنا قلنا الالكوكسايد هو RO minus. تمام؟ it can be a primary secondary tertiary. بعدين كيف أعرف إنه RO minus؟ شوفوا هنا O وهنا عندي R وهنا NA. تمام؟ فهذا بيكون عندنا الكوكسايد. ايش بيصير؟ باخذ ال NA وباخذ باخذ الهالوجينز، باخذ يعني الالمنتس اللي كانها جاي من البريودك تيبل كذا كانها شاده، اخذهم مع بعض واطلعهم، والباقي راح اوصله اللي هو عندنا مع بعض. تمام تمام، this is what we have هنا. تمام حلو، شوفوا هنا ال CL وال NA طلعوا مع بعض. طيب وبعدين هنا جبنا ال CH2 وبعدين سوينا لها عشان انا بسوي ايثر، فراح احط ال O في النص. تمام راح احط ال O هنا في النص. تمام I'm gonna put the O here. تمام and اللي هو ال O اللي كانت هنا I'm gonna put it هنا، معليش ال O اللي كانت هنا I'm gonna اللي هو عنا put it هنا، وكمان اقدر اخليها branch اللي هو عنا بطريقة انه I can like formulate اللي هو عنا a proper product. تمام تمام، ممكن بس فجأة لصقهم في بعض نفس ما صار هنا and it's gonna be good. طيب بعدها اللي هو عندنا بنروح لل worked examples. هنا كان عندي worked examples وكل حاجة and they worked it out for me اللي هو عندنا and yeah. تمام تمام، بعدين اللي هو هنا بيكون عندنا الميديكال يوزز حقة الايثرز كمان اقروها، وانه تعرفوا ان الايثرز نستعمله كمخدر. تمام ليه نستعمله كمخدر؟ عشان عنده القدرة انه يكتل الليبيد ماتيريال اوف ذا نيرف سيلز ذات انتر اكوميليت ان ذا ليبيد ماتيريال اوف نيرف سيلز انترفيرينج وذ ذا نيرف امبلس ترانسميشن. عشان في اكوميليشن في الليبيد، الليبيد ماتيريال اللي اخذنا يصير كانه متكتل او كانه متكدس، وهذا الشيء راح يتعاكس مع النيرف امبلس ترانسميشن، يتعاكس مع اني انا انقل اللي هو عن الامبلس حقه النيرفز. بعدين قال ان توداي بسم الله، بعدين قال توداي هالوجينيتد ايثرز ار يوزد توداي هالوجينيتد ايثرز، الايثرز اللي فيه لهم هالوجين ار ليس فليمبل و ار سيفر تو ورك وذ. هذول الهالوجينيتد ايثرز يعني ايثر بلس هالوجين يعني جروب 7 في البيريودك تيبل. طيب
بعدها هنا نروح لموضوع ثاني اللي هم معنا الإيبوكسايدز. الإيبوكسايدز another name لهم أكسيرينز, and the epoxides are what اللي هو عندنا a cyclic ether with three member ring. المفروض three member ring يكون أكبر hint لكم إحنا إن قاعدين نتعامل مع الإيبوكسايد, وون أكسجين آتم هذا أكبر 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 hint إن إحنا قاعدين نتعامل مع الإيبوكسايد الحين, تمام؟ and the epoxides are written as oxides as a parent when naming. يعني لما أسوي النيمينج للإيبوكسايد الأكسيد بيكون كأنه الparent name, تمام؟ وبيكون اللي هو عندنا الأكسيرين اللي هو عندنا كمان هنا, تمام؟ أكسيرين لازم أعرف إنه أسميه بأكسيد ولا أكسيرينز, تمام؟ غالبا 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 أحفظوا المركبات اللي موجودة عندنا هنا, وإن شاء الله ما رح يطلعون منها يا رب العالمين. بس شوفوا هنا كيف إنه ثلاثة, هنا كيف ثلاثة, هنا ليه قلنا سيس, قلنا سيس عشان كله في نفس الجهة, هنا قلنا ترانس عشان واحد هنا وواحد اللي هو عندنا هنا. نشوف هنا إيثيلين أكسيد, هنا إيثايل, فهذا بتكون اللي هو عندنا إيثيلين اللي هو عندنا أكسيد, and it's gonna اللي هو عندنا work for us. بعدين هنا بيكون عندنا بيوتين اللي هو عندنا أكسيد, بعدين هنا بيكون عندنا كمان بيوتين أكسيد, تمام؟ تمام. This is what we have اللي هو عندنا في الإيبوكسايدز. أوكي, بعدها قلنا أنا كيف أقدر أسوي إيثيلين أكسيد. إيثيلين أكسيد أنا I get it من إيه؟ I get it من الألكين, تمام؟ فعشان كذا كيف يكون عندي الكين اللي هو عندنا إيثين أصلاً plus oxygen, تمام؟ plus oxygen, هذا الأكسجين راح يجي, هذا بيكون طبعاً تو مركب, طيب مركبين, هذا it's gonna break, أنا مقنع اللي هو عندنا have اللي هو عندنا have them surrounding اللي هو عندنا oxygen هنا. طبعا هنا O2 الثاني وين تجي؟ واحدة O لإيتش مولكيول اللي بتكون هنا, هذا the simple and the most important epoxide, تمام؟ تمام. بعدها preparation of other epoxides كيف؟ عندنا peroxy acid epoxidation of alkene, تمام؟ يعني ايه؟ عندي high cyclohexene, تمام؟ وعندي peroxy acid, تمام؟ فهذا البيروكسي أسيد زي الكربوكسيليك أسيد بس عندي O زيادة هنا, تمام؟ عندي O زيادة هنا, فهذه الO الزيادة بتطير, طيب؟ بتطير وبتروح هنا بتيجي هنا, بتطير وبتيجي هنا وتنكسر, هذه تصير كذا, تمام؟ وهذا بيصير عندي دبل بوند, تمام؟ يصير عندي أورجانيك أسيد, تمام؟ يصير سايكلوهيكسين أوكسايد, تمام؟ سو أول في هاب اللي هو عندنا هنا عشان ما تعمقوا مرة في هذا البارت, بس أدونا كذا رؤوس أقلام زي كذا إنكم stick to whatever is written there in the book in the slides, تمام؟ بعدها بيقول إن هو عندنا the reaction of epoxides. So epoxides are highly strained, يعني متوترين جدا, and easily undergo ring opening reaction under other both and under both basic and acidic condition. ليه؟ عشان هنا مرة repulsion كثيرة, هنا مرة very strong repulsion, عشان كده أنا سهل إني أكسر هذا, تمام؟ فأنا لما أكسر هذا ال H راح يروح مع ال O, واللي هو عندنا ال Y راح يروح مع الجهة الثانية, تمام؟ كمان reaction of epoxides ال H راح يروح مع ال O, تمام؟ وراح ينكسر, راح يروح مع ال O ويصير كذا, طيب؟ وال CH الثانية هذه راح تأخذ بقية المركب اللي هو عنا وتتصل معه. نفس الشيء هنا ال H بيروح مع ال O لما تنكسر هنا الإيبوكسايد, وهذا راح يروح مع بقية المركب ويتصل معه. This was it for epoxides and this was it for lecture 14. If there is anything feel free to text me via telegram. إن شاء الله ما حقصر معاكم, الله يوفقكم يا رب, practice more and more and more and more, ثقوا في ربكم والله يوفقكم كلكم يا رب. باي باي.